مكملين فقراتنا مع حضراتكم النهارده في نهارك سعيد. والحقيقه من مشاكل المحاميين للفن، الحقيقه انه الفن طبعا بيعبر عن الواقع بشكل كبير جدا، خاصه في الفتره اللي فاتت وخاصه ما بعد ثوره 25 يناير، انه في مشاكل كتير جدا ظهرت في كثير من الافلام. الحقيقه حاولت انها تنقل الصوره بشكل مظبوط، ولكن فيلم من الافلام هو فيلم روائي قصير، وهو فيلم كان اسمه برد يناير، وهو انتاج 2011. الحقيقه ان الفيلم ده حاز على إعجاب كتير من المهرجانات وكتير من المشاهدين اللي شافوا الفيلم. الفيلم باختصار بيتكلم عن أسرة فقيرة جدا زي أسر مصرية كتير جدا، امرأة مصرية ظروف حطتها في ان هي لازم تطلع هي وبنتها علشان يبيعوا مناديل في الاشارات، ويبيعوا اعلام مصر، ويبيعوا حاجات كتير جدا زي اطفال وزي سيدات بنشوفهم مليين شوارع مصر. الحقيقه ان النهارده هيكون معانا مخرج العمل، وهو المخرج الاستاذ روماني سعد، هيكلمنا عن العمل وهنتكلم اكتر بالتفصيل عن فيلمه الروائي القصير برد يناير. صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا النهارده. وقبل ما نتكلم عن الفيلم، خلينا نعرف المشاهدين يمكن او نديهم فكره عن برد يناير من خلال التريلر اللي هنشوفه دلوقتي للفيلم. نشوف مع بعض التريلر ونرجع نتكلم بالتفصيل اكتر عن برد يناير. الريس يمشي؟ يمشي يروح فين؟ يمشي يعني ايه؟ وانت بتعمل ايه؟ شاور بيه لمصر. ايه الثورة هتيجي امتى تاني؟ انا بحبك قوي يا ام، انا بحبك قوي يا ام. نشوف مع بعض التريلر لفيلم برد يناير، وهو الفيلم هنتكلم معاه عنه مع ضيفنا دلوقتي. استاذ روماني، طبعا هي الفكره الحقيقه جميله جدا، انه احنا نلقي الضوء على شريحه كبيره جدا من المجتمع المصري. حضرتك صاحب الفكره؟ انا المؤلف وانا اللي كاتب السيناريو. هي فكره الحكايه ببساطه، انا دايما شغلني البسطاء. دايما هي دي الشريحة اللي قامت عشانها الثورة، هي دي الشريحة اللي دايما بتبقى على هامش الوطن، ما بيحدش بيفتكرها. دايما احنا مشغولين بمجد الشعب وبصفقات وبحاجات كتير قوي، انما هما دول اللي محدش بيفكر فيهم، هما دول اللي على طول عندهم مشكلة في اي وقت، هما دول اللي ما عندهمش قوت يومهم، هما دول اللي بيجروا ورا قوتهم يوم بيوم. فكانت الفكره قايمه على ام عايزه تشتري باب يحمي ولادها من البرد وقت الثوره، فبتنزل ما بتلاقيش حاجه قدامها انها تبيع اعلام. هي دي اللي كانت الحاجه اللي بتتباع وقت الثوره، وهي مش فاهمه ان يعني ايه حته القماش ديت من وجهه نظرها هتتباع ب 10 جنيه، ال 10 جنيه دي تعيشها يوم كامل. فابتدت تبيع وهي مش متخيله ان العالم ده هيبدا يجيب لها فلوس. فكان التحدي قدامها ان هي تبيع قبل ما مبارك يمشي، لان هو دي كان قالوا لها ان لو هو مشي خلاص الثوره هتخلص، انت مش هتكسبي حاجه. فهو كانت الحكايه ببساطه ان انا بحاول اتكلم عن احساس البسطاء بالامان في ظل النظام السابق اللي هو مازال لحد دلوقتي احساسهم بالامان، اللي هو بيقدر يضحك عليهم ببساطه، سواء في النظام وقت مبارك او سواء المجلس العسكري دلوقتي، هو الموضوع مازال واحد بالنسبه للناس ديت، ان بتقدري تضغطي عليهم لان هم عندهم حاجات كتير قوي تضغط عليهم بيها. فكره انه البنت الصغيره تقول هي الثوره هتيجي امتى تاني يا اما، دي افتكر ان ليها معاني كتير قوي، يعني مش بس ما افتكرش ان انت تقصد بيها بس الثوره، لكن افتكر انك تقصد بيها حاجات كتير. كنت تقصد بيها ايه؟ لا، هو حكايه الثوره تيجي امتى تاني، انا كنت الفينال، كنت فكره الفيلم معموله ان هو هيجي عايزين يشتروا باب. فلما اتكتب بعد التنحي على طول، فكنا لسه في مساحه للتفاؤل اكبر. وكنا يعني تقدر تقول الثوره لسه في شهر العسل. فطبعا بعد فتره واحنا بنحضر الفيلم، فابتدى حد قرا فقال لي انت مش شايف ان النهايه متفائله شويه؟ قلت له هي متفائله كتير. جميل. وقفلت على نفسي وابتديت اشتغل على الفينال تاني، لان لو انا عملته بالشكل ده كان هيطلع فيلم ساذج.
فالنهاية بتاعتنا في الفينال الولاد بهية اللي هو الولد والبنت بيطرحوا عليها ماشيين يسألوها أسئلة كتير. كان من ضمن الأسئلة إن هل هنروح المدرسة، هتوديني المدرسة يما، هتجيب لنا أكل، مش هيبقى فيه برد تاني، يعني إيه جيش، يعني إيه رئيس جمهورية. وكان السؤال كمان اللي هو حضرتك سألت عليه اللي هو الثورة هتيجي إمتى تاني، عشان يبيعوا أعلام تاني، عشان يعني يجي لهم شغل تاني، علشان هم بيسألوا كده. بس هي الفكرة ما مدى يعني التغيير اللي عملته الثورة، وهل احنا محتاجين ثورة تاني عشان نبدأ نروح للمطالب الأساسية بتاعة الثورة اللي هي محتاجها بهي وولادها، اللي هو عيش حرية عدالة اجتماعية. هل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية اتحققوا دلوقتي؟ تمام. فهي هي لا دي للأسف الفكرة. للأسف يعني للأسف في كل المجالات على فكرة، يعني يمكن لسه كان عندنا قبل حضرتك على طول مشكلة في نقابة المحامين، مفيش أي عدالة اجتماعية ولا في أي مساواة الحقيقة حصلت حتى الآن. طيب نتكلم شوية عن الفيلم كميزانية، نتكلم شوية عن الإمكانيات اللي حضرتك استخدمتها في الفيلم. هو اتصور ديجيتال بالظبط، مظبوط. الإمكانيات الإنتاجية أكيد برضو يعني لحد ما كانتش طبعا مكلفة زي لو عملت فيلم روائي طويل. هل ده سبب انك عملت روائي قصير وبالشكل ده، ولا حضرتك كنت حابب انك تبتدي بحاجة زي كده؟ لا، هو انا عملت افلام قصيرة قبل كده، بس هي الفكرة ان طبعا اكيد الميزانية بتحكمنا في ان احنا نقدر نعمل فيلم قصير او طويل. طبعا الفيلم ده اتصور في يوم واحد، تمام. صورنا كله خارجي وكله على شوارع في شوارع. طبعا يعني انا عايز اشكر ايمي ومحمد رمضان لان هم اتحمسوا للفكره واتحمسوا للورق، وطبعا هم ما فكر ما جو يعني ما حدش فيهم خد اي فلوس عشان يجي يعمل شغل. هم جم لان هم حبوا الورق وحبوا يشتغلوا وحابين الثوره وحابين يعملوا حاجه بتعبر عن الناس اكتر. جميل. تمام. وهم كانوا مبهرين في الفيلم. يعني حتى انطباعات الناس عنهم ان هم اضافوا كتير قوي للحكايه. دايما الافلام المستقله بيبقى عندها مشاكل في حاجات كتير قوي، منها الميزانيه والتصاريح والحاجات دي، وان كان احنا حظنا افضل ان التقنيه بقت اسهل. يعني احنا دلوقتي عندنا كاميرات، الكاميرا اللي بنصور بيها بتتصور بيها افلام طويله وافلام عالميه، يعني فمبقاش عندنا مشكله في التقنيه. هي بس ان احنا بنحاول نزنق نفسنا في الوقت. الحاجه المفروض بتتعمل في اسبوع بنعملها في يوم. بنحاول نوجد حلول عشان نقدر نخلص الفيلم. احنا ابتدينا مثلا يوم التصوير ابتدينا الصبح بدري جدا، خلصنا تقريبا الفجر، فبشبه 24 ساعه شغالين بنصور. تمام. والممثلين لانهم ممثلين محترفين عارفين يعني ايه ان هم يفضلوا يوم تصوير، هم كانوا متعاونين جدا لان هم كانوا فاهمين طبيعه الميزانيه اللي بنشتغل بيها. فكان عشان اقدر اطلع 12 دقيقه في يوم واحد، فاهم؟ فانا شايف ان ده كان يعني كان عشان نقدر نطلع بالتجربه دي كان لازم يحصل كده. الحقيقه انه كمان الافلام المستقله يمكن هي افلام بتبقى حقيقي واقعيه جدا، افلام قد ايه بتبقى قريبه من الواقع بشكل كبير جدا. انما للاسف شديد ان هي مش واخده حقها في المجال السينمائي. يعني السينما عندنا في مصر زي حاجات كتير جدا للاسف بتتاخر، انه الافلام المستقله ياما كنا بنطلب ان يكون ليها اماكن، يكون عليها دور عرض، يكون خاصه ان ليها جمهور يعني، بس هي مش موجوده. العاملين على السينما المستقله او المخرجين والكتاب اللي زي حضرتك مثلا اللي بيشتغلوا افلام روائيه قصيره وبيعملوا النوعيه دي من الافلام، حضرتك شايف ازاي ممكن ندي الافلام دي حقها؟ يعني لان الحقيقه بيكون فيها مميزات كتير جدا بس مش موجوده لان ملهاش مكان، مش عارفه تاخد حقها. هو انا من وجهه نظري ان مشكله السينما المستقله هي مشكله واحده بس، مشكله العرض. احنا بنعمل افلامنا وما بنلاقيش حتى نعرضها فيها غير المهرجانات. فهي بتتعرض في المهرجانات والناس بتقابلها بشكل لطيف، ولما بنعرض في دور الثقافه او بنعرض في اي مكان ثقافي الناس بتكون مبسوطه. هي المشكله في العرض نفسه. يعني انا كنت بعرض الفيلم في الاردن، وعرضنا في سينما الرينبو اكبر سينما هناك، وكانت الاجهزه اللي بيعرضوا بيها مجهزه انها تعرض ديجيتال. فكان العرض سينما، وسينما كبيره وشاشه، هي دايما بيخافوا من الديجيتال عشان ريزوليوشن، تمام، او اللي هو الدقه بتاعه الصوره. فكان العرض هايل والصوره كانت تحفه. احنا ليه ما يبقاش عندنا في مصر؟ احنا لو عندنا
أجهزة عرض بتقدر تعرض أفلام مستقلة، أنا أعتقد إن ده هيعمل ثورة في صناعة السينما، لأنه هيدي فرصة لأفلام كتير قوي مش معمولة تتعمل، لأن إحنا بنشتغل بميزانيات قليلة. طبعاً عندنا الفنانين كتير قوي ونجاحات السينما بوجه عام الأيام اللي فاتت دي كلها سينما مستقلة، يعني كل النجاحات وكل الجوائز اللي بتيجي لمصر كلها من خلال السينما من خلال المستقلة. السينما المستقلة. مظبوط. يعني السينما التجارية ما اعتقدش ان في حاجه منها جابت جوائز الفتره الاخيره غير اسماء، فيلم اسماء بتاع عمرو سلامه، انما بقيه الجوائز كلها مايكروفون لاحمد عبد الله او حاوي ابراهيم بطوط، دول هم اللي عاملين نجاحات السينما. جميل. طيب لو اتكلمنا شويه عن فكره انه الفيلم بتكتبه بقى ازاي، يعني التحضير لفيلم روائي قصير او التحضير للافلام المستقله، هل حضرتك شايف انه بيكون مختلف شويه عن الافلام؟ طبعا اكيد مختلف في المده، اكيد بيبقى مختلف يمكن في عدد الممثلين في الكرو، لكن في كتابه السيناريو في تحضير العمل نفسه بيكون مختلف؟ هو يعني اما بنيجي نشتغل على فيلم لانه واقعي كمان قوي، يعني عاده بتكون الافلام اكثر واقعيه من الافلام الثانيه. هو ببساطه احنا بنشتغل على الفكره في الاساس والسيناريو، الموضوع ما بيبقاش فيه اختلاف كبير بينه وبين السينما التجاريه، انما لما بنيجي نشتغل على التنفيذ هو ده اللي بيبقى فيه اختلاف. بنبدا نفكر في حلول تخلينا نصور في مدد اقل. دايما كمان ما بنعتمدش على الممثلين النجوم بشكل كبير، يعني يمكن ان ممكن تلاقي حد زي فنانه زي ايمي توافق تشتغل بشكل ده او فنان محمد رمضان، بس لو انت عندك عدد اكبر هتلاقي ان احنا دايما بنعتمد على الممثلين اللي هم من ورش التمثيل او اللي هم حابين يمثلوا. يعني الفيلم اللي قبل دوت اللي انا كنت عامله كان اسمه جوه البحر، كان بطوله مروه ثروت ومروه كمال، الاثنين كانوا من ورشه الاستاذ احمد كمال، ورشه تمثيل، ومروه ثروت ابتدت دلوقتي تمثل في فيلم اكس لارج وابتدوا يشتغلوا بشكل كبير. احنا في قطاع كبير قوي من الممثلين اللي هم ممثلين هايلين، وفيهم ناس انا ازعم ان هم اقوى من ممثلين معروفين، تمام، وهم بس محتاجين ياخدوا فرصه. فهم دايما هم دول اللي بيبقوا بالنسبه لنا في الافلام المستقله هم اهم حاجه، ودول كمان اللي بيطفوا واقعيه اكتر، لان هم اولا مش وشوش محروقه، ثانيا احنا بنشتغل بشكل واقعي. يعني انا ما عنديش امكانيه ان انا اعمل اجيب مجاميع واعمل مظاهره، فلو عايز اصور حد اصوره جوه مظاهره حقيقيه. ما عنديش منتاج في اللي شارع وناس ومحدش يعدي واجيب مجاميع وناس تعدي وحاجات بالشكل ده، فلو اشتغل هشتغل بناس بتعدي حقيقي. تمام، والناس ناس كتير بتبقى متعاونه وناس بتبقى عايزه. بالظبط. يعني انا كنت بصور على الكورنيش وقولي اتنين قالوا لي احنا عايزين، طب طلعنا في اي مشهد، طب نقول اي حاجه، ادينا اي كلمتين نقولهم. فناس بتحب التصوير، احنا كشعب مصري احنا بنحب السينما وبنحب الفن. جميل. اخدتوا جايزه في مهرجان اسكندريه؟ الجايزه الاولى في مهرجان اسكندريه. مبروك. مع ساره ميرسي. جميل. والفنانه ايمي خواجه واخده جايزه احسن ممثله في مهرجان الساقيه اللي فات دوت، ولسه في اي مهرجانات تاني هتبعتوا فيها الفيلم او هتتشاف؟ انا مسافر يوم الخميس رايح المغرب، مهرجان تزنيت بالفيلم. المفروض الفيلم داخل مهرجان، داخل في تركيا وهيتعرض في فرنسا وألمانيا، وفي كذا مهرجان تاني وفي إيطاليا. طب جميل. يعني في لفة مهرجانات كويسة، عرضنا في الأردن وفي العراق، واتعرض وهيتعرض في كرواتيا يوم 9 مارس، واتعرض في السعودية في الجالية المصرية في جدة، والمفروض ان هو داخل في هيتعرض مع مهرجان جمعية الفيلم، يعني في مهرجانات كتير جدا. ان شاء الله يحصد عدد كبير جدا من الجوائز. وبشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده استاذ روماني سعد، وبتمنى لحضرتك التوفيق، ونشوف بقى حضرتك اكيد عامل فيلم روائي طويل، اعتقد ان دايما بيكون إن حلم اي مخرج انه اذا ابتدى مشواره بروائي قصير، فافتكر انه بيكون دايما حلمه الكبير هو فيلم روائي طويل. هو انا بحضر دلوقتي ان شاء والله الله فيلم فعلا روائي طويل ان شاء الله. جميل جدا. يعني هيبقى تقريبا ساعه، اسمه قهوه بلدي. جميل جدا. جميل جدا. بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا نروح للفاصل ونرجع نستكمل فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. افتكر انه بعد الفقره دي هيكون فقرة عن البورصة، تابعونا.